الرياضي ياسر الحجبي خدها اوفنسيف ريباوند. لاعبين مهمين بلبنان، ياسر الحجبي، اسس زكي، ياسر بيخدها 3 بوينت، هدد 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 ياسر بوم. فيها التمريرة من سكوتي تيرمن لياسر، سكوتي بيفتح له كل الطريق، تمريرة خالصة لياسر، خالصة جدا كانت، هدية لياسر الحجبي. ياسر عم يجرب يتابع وبيقدر انه يسجل لانه موه من زاوية ودخل من زاوية ثانية. شوف التمريرة كمان هدية هالمرة من ايس كاسلس، ودائما عم تصب كل الهدايا لياسر من ناحية الثانية لياسر. هون بنلاحظ قديش سكوتي تيرمن عم بيسهل مهمة فريق الرياضي ليسجلوا من دون خطورة. ياسر الحاج اهلا وسهلا فيك معنا بابتحلى الحياه، كمان اهلا وسهلا فيك ياسمين معنا بابتحلى الحياه. ياسر نحن وياك وكل المشاهدين كنا عم نتابع لقطات مميزه لك بالباسكت عن على ارض الملعب، طبعا يعني فتره كثير مميزه كانت، شو بتشعر لما بتحضر هيدي الفتره؟ واكيد بعد لليوم في عندك هيك اذا فينا نقول مراحل عزيزه على قلبك بعد لليوم ما بتنسيها، بتخبرنا عنها؟ اكيد يعني لما اشوف اللقطات والمباريات السابقه بحس انه بدي ارجع العب عن جديد. يعني انا بعدني بمجال الباسكتبول يعني عم تابع وبالدومين، لحظات كثير حلوه عشناها بالحلوه وبالمره، يعني مثل ما بيقولوا بالربح وبالخساره يعني اعطتنا كثير اشياء، خاصه لما تكوني عم تلعبي للبنان يعني منتخب لبنان، هذه كثير مهمه وأحلى شعور، يعني فخر أنه واحد يمثل بلده بالمحافل الدولية وبالمسابقات الدولية. أكيد. ياسمين أنت طالبة مدرسة 17 سنة عمرك، صح. خبرينا بس تخلصي شو حابة تتخصصي وأي مجال؟ بعد ماني مأكدة بس either شي بنوتريشن أو بزنس أو environmental health، بس يعني بعد ماني مأكدة. هيدا الضياع اللي بيكونوا عايشين فيه الأولاد بهيدا الفترة، ما بيكونوا الوقت لأورينتيشن. في أورينتيشن بالمدرسة بدهم شوية وقت، بدهم شوية وقت ليعرفوا وين. وتحضيرك للامتحانات؟ هلا اسبوع جاي في الباك اوفيسيال، فالحمد لله عم اشتغل منيح. ياسر كنت قلت انه بعدك بتتابع وبعدك بمجال كرة السلة، بصراحة مين هو اللاعب يلي كنت بتحب كتير انك تلعب الى جانبه، واليوم مين هو اللاعب يلي بتحس انه عن جد عنده موهبة كبيرة وفينا نقول عنه خليفته خليفتك بركي بهيدا المجال؟ يعني طبعا نحن بالمنتخب لعبنا كلنا مع بعض، كنا بالرياضي ولا بالحكمه نتبارى نتنافس على ارض الملعب، بس بالمنتخب كنا نلعب مع بعض. يعني في لاعبين كثير كبار لبنانيه مثل إليم شنتف، وليد دمياطي، غازي بستاني، جاسم، بولس بشارة، هودي كنا كثير قراب من بعض وايد وحده وروح وحده. كلاعبين اجانب كان في مرق كثير علينا لاعبين اجانب مثل مايكل كامبرلاند، سيرجي تشيبوتكن، ايس كاستس، هودي كمان تركوا بصمه كثير كبيره بالنادي الرياضي. ومثل ما قلت يعني في كتير بعد اللعبة بدمنا مثل ما بيقولوا. وأحلى اليوم من اللاعب يلي بتحسوا اليوم في الشباب، يعني فيهم خير وبركة، في شباب، في شارل ثابت، في علي حيدر بالرياضي، هودي عم يكونوا عم بيعبوا مركزهم بالباور فورد أو السنتر، يعني مثل ما أنا المركز اللي كنت ألعبه أكيد عم بيكونوا كتير فعالين مع فرقهم وعم بيساعدوا فرقهم كتير كتير. ياسر علاقتك انت وياسمين قد ايه قريبه؟ بتلاقي شيء طلاقك انت وزوجتك اثر على جو البيت يمكن؟ علاقتي بياسمين كثير قويه، يعني ومنمارس اوقات الهوايات سوا، يعني مثلا سكي، بنعمل سكي سوا، بنعمل بايكينج. اكيد الطلاق بياثر على جو الاسره وجو البيت، بس هون البنت غنوجه بيا. ايه اكيد بالنهايه بتخاف عليها عاده بهيدا العمر، البيات بيخافوا على بناتهم. من هي صغيره واعيه ياسمين اكبر من عمرها، بس انا بخاف عليها من الصدمات، يعني هي كثير حساسه وان شاء الله ما بالحياة يعني اللي قدامها ما تكون في أي صدمة، بس أكيد كتير قريب منها. وبلس جربنا احنا أنا وأمي يعني أنه نخلي كل شيء طبيعي ونخلي جو، بالنسبة لياسمين كان هدفنا أنه ما تتأثر، والحمد لله يعني ياسمين قطعنا كلنا هالمرحلة، وبالنهاية مميزة بمدرستها ودراستها الأولى بصفها، ومميزة بكتير إشي، عندها مواهب يعني تشوفوها أنت هيك عقلي، بس هي عندها مواهب تانية. على كل حال صفة العقل صفة حلوة للبنت. ياسمين خبرينا علاقتك ببيك كيف، وعلاقتك كمان بأمك كيف تصفيها؟ مع بيك كمان مثل ما قال كتير قراب، ويعني كتير برتاح له كبي وأكتر كرفيق لإلي، يعني عن جد كتير برتاح معه ومع أمي كمان، يعني في علاقة ثقة بين يعني أنا وأمي وأنا وبيي،
ما حدا عنده اياها يعني منهم حلو. مثل انه اهيري تشيكت او شيء لا كثير منيح معي وهذا اللي بحبه فيهم انه قراب لي كثير خيش حلو عم نشوف بعض الصور كمان ياسر خبرنا شو كان شعورك لما عينك وزير الشباب والرياضه العميد الركن عبد المطلب حناوي العضو السابق لاتحاد كره السله والقائد السابق كمان لمنتخب لبنان عينك مستشار له كمان بالشؤون الرياضيه يعني خبرنا عن هالموقع وقد ايه كمان حملك مسؤوليه طبعا هذا فخر لي ولكل شخص انه يكون مستشار لوزير طبعا خاصه انه العميد مع الوزير عبد المطلب حناوي هو رياضي بدرجه اولى يعني بيتابع مباريات الباسكتبول الفوتبول الفوليبول كان فخر كثير لي وشيء منيح يعني انا بعد ما اعتزلت لعبه الباسكتبول صرت بهالدومين يعني بهالمجال طبعا مسؤوليه كثير كبيره مع الوزير بيسمع بيتابع امور الرياضه للاتحادات للانديه للمميزين يعني اليوم عم نشوف الوزاره عم تقوم بدعم كثير كبير للمميزين بالرياضات مثل الرمايه مثل الركض بالجودو في عم نحرز يعني عندنا بوتنشل كثير كبير وخاصه هلا كمان فايتين على اولمبيكس بريو كمان في دعم للمميزين يعني برياضاتهم بالالعاب الفرديه ياسمين خلينا نرجع شوي لعائلتك انت وبيك قد ايه بتشبهي يعني شو بتشبهي اكثر شيء بتخانقوا بمحلات يعني كمان هو انت صحيح غنوجة بيك وبخاف عليك كثير بس الا ما يكون في شيء محلات تتخانقي معه بشو بشبهه كثير انا وياه perfectionist يعني كثير دقيقين بكل شيء وبحب كل شيء يكون مثالي عن جد شو بتخانق معه ما بعرف عن جد امرار ابسط الاشياء بس مش كل الوقت يعني بتخانق يعني اوقات هيك على الشعر كذا على الثياب ايه في انا بحب انه تكون على طول هو عنده ستيل غير مو ستيل يعني انه هو كثير لهالدرجه بتفوت بالديتايلات شو بتلبس بتسمع لا مش شو بتلبس بس انه بحب اشوفها على طول يعني مثل ما كنت تحضري وقتها كان بتتذكري؟ انا كنت كثير صغيره وقتها انه بس في ماتش عن جد ما بنساه هو تبع التشيلدرنز كانسر سنتر عملوه انه ماتش خيري عن جد اذا كان اول ماتش بحضره انا كنت واعيه يعني بعدني بتذكر في عمل بلوك شوت كل الجمهور جان يعني وهذا عن جد حسيت بفخر لما شفته انه عن جد شفت عن جد انه كيف هو كان لاعب وكلهم بيحبوه صحيح حسيت بفخر خلينا نحكي عن هيدي المرحله كمان ياسر برزت مع نادي رياضي يلي لعبت معه حوالي 12 موسم صح. وسنه 1999 شاركت مع نادي الحكمه ليلى الحكمه ورياضي بعد أيه. الاخبار اليوم بنمس كلنا ناطرين هيدا الماتش اذا لعبت مع نادي الحكمه بكاس اسيا وحرزت اللقب وبنفس السنه كمان شاركت ببطوله العالم للانديه ببطوله ماكدونالدز بميلانو صح. طبعا هيدي مرحله كثير فيها من النجاحات والبطولات خبرنا عن هيدي المسيره وشو فيها من كواليس طبعا مسيرتي مع الرياضي كانت كثير طويله 12 موسم متتالي ورا بعض يعني كنت اول شيء مع الكهرباء بعدين جيت على الرياضي بس كنت قبل بالرياضي ف 12 موسم ورا بعض مسيره كثير حلوه كانت و99 كانت احلى سنه عندي اول شيء لانه خلقت ياسمين بال 99 كمان شاركت مع نادي الحكمه احرزنا كاس اسيا لعبنا بكاس الماكدونالدز اللي هي اهم بطوله انديه بالعالم من وقت ال 99 ما عادوا عملوا الماكدونالدز شامبيونشيب كان فيها بطل ام بي اي سان انطونيو سبيرز كان فيها بطل اوروبا كان في من كل قاره بطل كان نادي الحكمه عم يمثل قاره اسيا ايام كثير حلوه يعني وانجازات عملنا انجازات كثير مهمه وعلى صعيد المنتخب كمان بال 2001 لما تاهلنا على كاس العالم كان اول منتخب بتاريخ لبنان بيتاهل صحيح. على كاس العالم بال 2002 احلى شعور كان انه نحمل العلم اللبناني على على ارض الملعب بالصين ضد منتخب الصين اللي هو يعد من اهم أبطال. بطل اسيا اكثر من 15 مره تخيلي مليار و700 مليون مليار و600 مليون كان وقتها نحن كنا عم ننافسهم وطلعنا بالمركز الثاني يعني مرحله كنا يعني كل اللبنانيين ما بتصور حدا ما ضوي لكم شمعه بهيدي المرحله كانت ايام الباسكتبول وكانت احلى ايام شو اكثر ماتش لليوم او بطوله احرزتها ولا ممكن تنسيها هو الماتش الدومي فينال مع كوريا بال 2001 بكاس اسيا وفي عنا ماتش الفينال مع الحكمه كمان اللي احرزنا فيه لقب وبطوله لبنان طبعا ب 93 وال 95 وال 97 مع النادي الرياضي هودي ما بينتسوا اكيد اهم انجازات مثل ما حكينا من شوي لعبت مع عده فرق عم تحكي شونفيل الرياضي الحكمه الكهرباء اليوم مين بتشجعه خصوصا بمباراه لا اليوم؟ اكيد انا بشجع رياضي طبعا لانه رياضي سابق بس بتشجع اللعب الحلو وانا بتمنى انه كمان السيريز السنه تخلص على خير مثل ما خلصت السنه الماضيه نعم. والاحسن يربح يعني اليوم عم نشوف مفاجاه نادي الحكمه كان مين بتتوقع المركز السابع يربح؟
اليوم بملعب غزير بتصور الأرجحية للحكمي إذا رجع نادي رياضي على مستوى من بعد الماتش أول امبارح، يعني كان في فقد توازن الرياضي على أرضه. اليوم مطالب أنه يفرجي مستوى مزبوط، بس الضغط رح يكون كتير كبير لأنه جمهور ملعب بغزير بيكون كتير كبير وما حدا بيعرف الضغط غير اللاعب اللي بيكون على أرض الملعب. أوقات بيستفيد منه اللاعب، أوقات بيتغلب عليه الجمهور. فهون الأعصاب تلعب كتير، الدور كتير كبير، والخبرة دور كتير كبير كمان، لحتى لأنه اليوم 2-0 إذا صار التقدم للحكمة بصير مهمة الرياضي صحيح. يدافع عن لقبه أصعب وأصعب. مزبوط. ياسمين أنت مين بتشجعي؟ أنا صراحة مثل ما قال مع اللي بيلعب حلو رياضي كمان بحب كيف بلعبوا، لأن كمان شو بكون كنت كون رياضي أنا مع الحكمة الليلة اللي عمله معروف 8:30 الماتش الليلة لايف، ومثل ما ذكرنا على شاشة الـ LBCI على الأد عم بيقول المخرج 9:45 بعد نشرة الأخبار صح. وكلنا بانتظار كل الماتشات اللي جايين عملوهم 9:45، يعني كانوا قبل عم يعملوا الساعة 10 بس إنه هلا صاروا كلهم 9:45. صحيح، كلنا بانتظار هيدا الماتش. بدي أسألك ياسمين، شو هي أحلامك ووين بتحسي حالك رح توصلي بالمستقبل؟ أنا عن جد بحس بدي أغير شيء بلبنان، لأنه ديعان البلد كيف عم بيروح، نحن يعني جيل إنه بيقولوا إنه بإيدنا كل شيء، أنا بحب إنه أقدر أغير شيء بالبلد، بحب ان شاء الله اصير وزيره او شيء ما بعرف. لك شو حلو هي وزير التربيه بالمدرسه عندهم انا شركت بالبارلمان دي ستوديان بالاي اس جي وطلعت انا وزيره التربيه، فكنت شاركنا هذا اللي بتتحضر من هلا فشاركنا بهذا البروغرام، كان عن جد كثير حلو، هيك بنشوف كيف بتدور كل شيء بالبارلمان ومع النواب والوزراء، وكان تجهيز حلو اذا بدك. اتمنى انك تحققي كل احلامك ياسمين. اليوم ياسر كيف بتشوف مستقبل كره السله دي؟ لقلك اليوم الباسكتبول اقوى من ايامنا بالمصاري اللي عم تندفع، يعني الانديه اليوم البادجت كثير عالي، على ايامنا كان في يمكن فنيات اكثر، ما كان في مصاري، كنا ديديكيتد للعبه اكثر، كان اللاعبين انه لما يستدعوا على المنتخب ينسوا كل شيء ويروحوا يلعبوا ويلتحقوا بالمنتخب لحتى يمثلوا لبنان. اليوم صار في ضغط اكثر، صار في فيها مصاري اكثر لعبه. نعم. وان شاء الله ترجع تركز، يعني ترجع مستواها الفني مزبوط مثل ما كانت قبل. ياسر نطلب منك تمضي لنا على سله الباسكتبول. اليوم ياسر شو هي نصيحتك لكل اللاعبين الجداد بهذا؟ انه يتواضعوا شوي لعبه، انه التواضع هو مفتاح النجاح. بعدين التمرين والاستمرارية كتير مهمة للاعب، إنه خاصة اليوم لأنه في سوشيال ميديا كتير بيعملوا ديستراكشن عن اللعبة، ديديكيشن وكل واحد يشتغل على حاله، يعني ينمي قدراته ويعمل ديفلوبمنت للسكيلز تبعه بكل نقطة ضعف، إنه لحتى يقدر يوصل للمحل اللي وصلنا له. ونحن مرقنا بكتير إيش، يعني أنا من اللاعبين اللي مرقنا بكتير صعوبات لقدرنا وصلنا للي وصلنا له بتعبنا. ما حدا ما كان عنا التجهيزات الموجودة هلا، ولا الملاعب ولا شيء، يعني احنا صح. اليوم ولا السوشيال ميديا ولا السوشيال ميديا، يمكن هذا كانت بوزيتيف لأن انا ما كان في السوشيال ميديا، بس كان في نحن عنا ضغط كمان لما نخسر ماتش مثلا 3 أيام ما نقدر ننزل على الشارع، يعني العالم كانت كلها تلومنا شو عملتوا فينا وكذا، يعني بعد لليوم يشوفونا انه احلى ايام يكون رزق الله على ايام صح. يعني ان شاء الله الشباب اليوم يقدروا هالشيء، وهيدي رسالة بالنهاية لاستمرارية الباسكتبول للجيل اللي طالع. اللعبة كتير مطلوبة وفي إلها جمهور، حرام نضيع من إيدنا لأنه في نشأ كتير كبير لازم يوصل لأحسن ما نحن وصلنا له. حلو كتير، نحن بانتظار أنك تمضي لنا على الطابة زينة ولين أو برنامج بتحلى الحياة مثل ما بدك، أو ياسمين شو بدك. نحن أكيد انبسطنا كتير بحضوركم معنا ياسر الحاج، طبعا أنت فخر لألنا بلبنان واسم كتير كبير بمجال الرياضة وتحديدا الباسكتبول. ياسمين نحن كتير كمان انبسطنا أنه تعرفنا عليك، بنتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله كل أحلامك تقدر تحققيها بلبنان. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لألكم.